وسلمى يسعد صباحكم. يسعد صباحك عن جديد ميس، وصباح الخير لك المشاهدين يلي انضموا لنا برحلتنا الصباحية. وصلنا لتاني محطة من محطاتنا اليوم. سلمى، أقصى درجات الغضب عندك شو ممكن تعملي؟ ماش خلينا نحكي بصراحة. بل ما نحكي على الهواء. يمكن هلا مو بيقولوا اتقي شر الحليمة إذا غضب؟ أنا هذا الحليم اللي إذا غضب. تخيلي. معناتها ما فينا نتخيل. تخيلي. هذا السؤال يلي هو موضوع فقرتنا على اليوم، لما بيكون الغضب هو مشكلة حقيقية عند الشخص. قالت سلمى حكينا عن الحليم، لكن في أشخاص عندهم ردات فعل بشكل دائم. يمكن سلمى مثل ما بنقول نحن بين بعض ما بنقدر نحكي معه كلمة إلا دغري بيعصبكم ردات فعله كثير كبيرة. هون الخسارة عنده قد إيه يا ترى ممكن تكون على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد المهني، على الصعيد النفسي، أهم شيء بالدرجة الأولى عن فن إدارة الغضب ونوبات الغضب، وكيف فينا نكون أشخاص متوازنين وبنقدر نواجه يمكن أي مطب يمرق بحياتنا مع هي المطبات الكثيرة. طبعا خلينا نقول عن هذا الموضوع بالتفصيل راح نحكي مع الأستاذ المهندس محمد لبابيدي. صباح الخير أستاذ. صباح الرواء. صباح البرد والكل والياسمين. صباح الخيرات يا سلمى، وصباح طبعا الخير من صباحنا غير لكل المشاهدين. يسعد صباحك استاذ محمد. خلينا نبلش ونحكي شوي. اليوم بنعرف اي انسان بيغضب انه خلص الناس بتبعد عنه او بتتحاشى، وفي نوع من الاشخاص الاخرين اللي هن بيبادلوا الصدام بصدام اخر. فلما بنسمع اداره الغضب، الغضب ممكن يكون في له اداره؟ هو مفهوم شوي صعب يتحقق على ارض الواقع. بالتاكيد ما دام نحن بنشوف ناس متوازنين بمواقف معينه يمكن غيرهم بيكون باقصى حالات الغضب، معناتها في مجال ان الواحد يكون عندنا شيء من اداره الغضب. طبعا الغضب اول شيء تعريفه هو رد فعل شعوري تلقائي اتجاه أحداث اعتاد العقل على اعتبارها مستفزة. يعني مثلا هلا احنا ثلاثة مثلا قاعدين ومعنا المصور كمان، صرنا أربعة، ممكن يصير قدامنا حدث معين بتشوفي ردات فعلنا احنا الأربعة مختلفة، معناتها الحدث مو هو يلي سبب الحالة احنا فيها، ردة فعلنا اتجاه هذا الحدث طبعا من التراكمات الموجودة بالعقل التحليلي لهذا الحدث. لذلك نحن بنشوف انه نحن بامكاننا اول شيء نفهم حالنا شو الشيء اللي بيستفزنا وليش. قد يكون هذا الشيء بصراحه الشخص اللي ساواه او هو بالنسبه له ما كان قاصد يستفزك انت، لانه عندك تراكمات اعتبرتها استفزازيه. لذلك نحن مو شرط انه نحن دائما نكون يعني على اهبه الاستعداد للغضب، على اهبه الاستعداد للنرفزه، يعني ما نغرق كثير بالماديات، خلينا دائما نعطي قسم للنفسيه، الحاله النفسيه، نعطي القسم الروحانيه، نعمل شويه استراتيجيات حنحكي عليها خلال اللقاء ان شاء الله، لحتى ندرب جسمنا، ندرب عقلنا التحليلي على السيطره على موضوع العقل العاطفي اللي هو بصراحه يسبب هالردات الفعل العنيفة. أستاذ اليوم لما بنحكي عن ردات الفعل مثل ما قلنا هي ردات متباينة بين الأشخاص، لكن بنسمع كثير من الشباب أو الصبايا اللي كانوا يمكن بمرحلة المراهقة ومرحلة الشباب كان عندهم نوبات غضب كثير عارمة وخسرتهم كثير، فيما بعد قدروا يسيطروا يمكن على نوبات الغضب. اليوم كيف فينا نشتغل على حالنا بطريقة صح قبل ما مثل ما بنقول يفوت الأوان نخسر كثير بحياتنا، ويكون العمر وتجاربنا مثل ما بنقول تعلمنا من كيسنا. يعني أنت نحن كيف نقدر نرتب حياتنا بطريقة صح، نغضب بطريقة صح بدون خسارة؟ هلا طبعا بسن المراهقة بسن الصغير يعني الإنسان تكون خبرته قليلة، بيكون نظرته مادية بحتة. مصيبة إذا استمر هذا الشيء. تماما، لكن وقت بيتقدم مثلا السن بصير ناضج أكثر، بصير بيعرف إنه صار عندي خبرات، الشغلات اللي كانت تعصبني من أول عرفتها شلون انحلت، معناتها هي مو دائمة، لأنه بيكون الإنسان بسن المراهقة بفكر الحدث هو دائم، هذا الأمر هو دائم، لكن نتيجة الخبرات بيعرف إنه هي مرحلة تلوها مرحلة، محنة تلوها منحة، فبصير عنده خبرة بالتعامل، فالخبرات ضرورية حتى تحقق النضوج فتحقق الاستكانة النفسية. طبعا نحن حتى نتعلم هذه الإدارة أول شيء أنا بيتعلم شو الشيء اللي بيستفزني وأجنبه. يعني مثلا نحن بصراحة في كتير أشخاص نحن ممكن أنه نستغني عنا، ممكن أنه نخلي مثلا التعامل معها بحدود، ممكن أني مثلا عاملت إنسان لقيت يا أخي في عنده صفات بيستفزني، ممكن ساعتها أنا أتجنب بقى
شفت اشخاص ثانيه مشابهه لهذا الشخص، انا مالي مضطر فوت معهم باعمال لانه انا بعرف حالي يعني شو طبيعتي وشو رده فعلي. لذلك انا كثير بريح حالي بهذا الموضوع، يعني مو انا مثلا هلا مثلا بتشوف فرضا صبايا بتعترف تقول لك يا اخي انا مثلا الغيره بتجنني مثلا تعترف بحالة بتقول لك انا يا اخي غيوره لدرجه الغضب لدرجه النرفزه لدرجه كذا، طيب ماشي الحال غيوره وبتعرفي حالك هيك، ما في داعي تاخذي والله عريس مثلا بيشتغل مع موضوعه مع النسوان مثلا او والله فنان مشهور بتعرفي انت كل الصبايا، ما في داعي لانك انت حطيتي حالك بالفعل يلي بيثير الحاله يلي عندك، لذلك انا بعرف حالي شو الشيء اللي بيعصبني، شو الشيء اللي بيغضبني، شو الشيء اللي طالعني عن طوري، فانا بقدر الامكان بطلع من هذا المربع. الامر آخر ما عيش كثير بالماديات، يعني اللي بيعيش الماديات مثلا بيقول لك انه اخي هيك صار بسببي، هيك صار انا غلط، بصير عنده جلد الذات، لكن بصراحه نحن دائما ان عندنا مرجعيه هو الله، انه دائما اللي بده يصير هو بايد الله، لا لك يد فيه ولا لغيرك، لذلك بتكون مرتاح نفسيا، الشيء اللي صار حتى وان كان سلبي علمك، لكن نحن الغضب مو كلياته فرح سيء على فكره، في غضب ايجابي، يعني مثلا الغضب السلبي هو الغضب يلي ما بيعطي نتيجه، اني انا عيطت عصبت، طب شو جبت نتيجه؟ ما جبت نتيجه، خسرت كل شيء حوالي تماما، حتى مثل ما قالت سلمى انه في خسائر اجتماعيه وخسائر نفسيه، 75% من الامراض سببها الشعور والاحاسيس اللي بولدها غضب، يعني بتكوني قاعده بتفكري بانسان زعجتك، حكت لك كلمه، حفرت لك، حكت من وراك كذا، بتلاقي تعابير وشك اختلفت، نظره اختلفت، الحاله اختلفت، صارت هدول يرقصوا، صارت الايدين ترجف، شو صار لك؟ لك هلا انت ما فيك شيء، هو انت بنفس المكان، لكن الفكره اللي اجت كانت فكره سلبيه، اما الغضب الايجابي فانا والله مثلا يعني بحب اني اكون متفوق بمجال معين، ما حققت هذا التفوق، درست مثلا ما نجحت، غضبت زعلت، فشو اعطاني؟ اعطاني حافز اني انا اعدل وادي العمل بشكل جيد، فنحن بصراحه بنرحب بالغضب الايجابي ونحذر من الغضب السلبي. طب خلينا نحكي عن اداره الغضب السلبي، حضرتك قلت في عنا استراتيجيات كثيره ممكن نعتمدها، هلا مثل ما قلت لك بالبدايه انا بحس انه هذا الموضوع شوي صعب لانه كثير ناس بداخل نوبه الغضب نفسها ما بيقدروا يسيطروا على نفسهم، ولكن خلينا نقول هالاستراتيجيات لعل وعسى شوي شوي ومع التدريب ممكن الناس تستفيد منها. بالتاكيد، هلا انا اللي بيقول لي والله مثلا انا اني سيطر على حالي صعب وانا معتاد كذا، بقول له هلا انت السيطره على حالك اصعب ولا اللي بيمشي على حبل على ارتفاع مثلا 1000 متر بيمشي على حبل سنتي او سنتيين، انه الاصعب؟ طيب كيف حقق هداك بالتدريب وانت كمان تحقق بالتدريب؟ نحن لازم نتدرب على الرزانه، لازم نتدرب على الاتزان، يعني انا مثلا اول شيء انا بنصح كثير، اول استراتيجيه تتجنب السكريات اكل السكريات هي بتزيد طاقة من طبعا بيعطيك طاقه هائله بصراحه وبقوي احاسيس العقل العاطفي، فبتلاقي اللي بياكل حلو كثير لاحظت كيف بيتخن بتلاقيه شعله من باي شيء بتلاقيه شعل، فتجنب السكريات لانه بتعطي طاقه هائله، او على الاقل اذا انت بتاكل سكريات يعني اصرفها. لذلك شو بنقول الاستراتيجية الثانية هي ممارسة الرياضة، ممارسة المشي، لاحظت كيف ممارسة مثلا هواياتي، في كثير شغلات بتحرق هذه الطاقة، الركض، أنا هلا والله أنا هلا جاي لعندكم شفت مشهد كثير، يعني شخص عمره تقريبا 70 سنة شفته بأحد الجناين ما شاء الله عم يركض وكذا، والله شيء جميل، يعني هذا الأمر بصراحة بيحرق طاقات، لأنه كل غذاء نحن بنتغذى بناخذ المفيد منه، الباقي بصراحة بتخزن طاقة ممكن إنه تكون مفعولة سلبي، فعنا نحن التجنب السكريات، عنا ممارسة الرياضة وخاصة مثلا المشي، عنا انه يكون في عنا صديق او مستشار نفسي اجتماعي اقعد حاكيه، يعني انا مشكلة زوجية مثلا انه يكون عندي مستشار اقعد حاكيه على المشكلة بينفس هذا الغضب. التنفس التفريغي كثير مهم، يعني انت مثلا وقت بتمارس موضوع التنفس التفريغي انك تاخذ مثلا الهواء بشكل كبير من انفك بشكل انه يتعبى الرئتين لاقصى درجة وبعدين بتحبس هذا النفس لمدة 10 ثواني وبتطالعه بشكل زفير مثلا بمدة أطول، كمان هي بتصرف طاقة وبتهدي الحالة. اتعلم أنه ما ترد بسرعة،
يعني خود مثلا ممكن هي اهم من الصحة تماما اليوم، لانه بعد وقت بتعد للعشرين بتطبق عم يحسوا بندم كمان ويا ريت ما حكيت هيك تماما وحتى بتشوفوا حوادث يعني نتيجة غضب، وكل انسان سبحان الله تصرف بغضبه ندم، وهذا دليل انه الغضب ضار كثير. اليوم اذا بدنا نحكي عن الاشخاص السلبيين يمكن يلي حتى هن بيسببوا نوبات غضب، ما سلمان كثير بشوف في منهم بحياتنا اليوميه، الاشخاص صحيح. اللي دائما هن بحاله شكوى، دائما اشخاص سلبيين بيدوروا على النقط الغير ايجابيه مثل ما بنقول بحياتنا وبيشتغلوا عليها، فهدول الاشخاص قد ايه مهم اليوم نبعد عنهم لانه هن بصراحه بيعملوا نوبات غضب على القليله. الي سلمان خلينا نقول هلا نحن اذا كانت هذه هلا في اشخاص هيك طبيعتها، على فكره اقول لك شغله، هذا الانسان السلبي يلي بيعيش بالشكوى، انت كونك ايجابيه مثلا وبتنظري بنظره ايجابيه بتعتبريه كانه يعني عم يتالم، هو بصراحه مستمتع. شلون انت بتستمتعي بالنعمه هو بيستمتع بالقله. شلون انت بتستمتعي بالايجابيه هو بيستمتع بالحكي على السلبيه. لاحظتي كيف؟ يعني مثلا دور الضحيه خير. تماما، يعني انا اجتني مثلا على المركز الاستشاري صبيه قالت لي انا يا ريت يا استاذ تخلي ابي وامي يتطلقوا، لك كل يوم خناق، لك على الاكل خناق، على الطبخ خناق، على الكذا خناق، على الكذا خناق، عم يعطلوا لي دراستي وانا يعني ما بيهون علي لا بامي لا بابي كذا كذا، عم شو قلت لها انا طيب وبعد الخناق شو بيصير؟ قالت لي والله بيتعشوا مع بعضهم وفوتوا بقى على الغرفه وخلصنا، قلت لها هدول عم يستمتعوا بالخناق. هدول عم يفرغوا طاقتهم، انت مفكري هذا انه هن يعني متضايقين، اما هن بصراحه في استمتاع بهذا الامر، عم يثبتوا ذاتهم عن طريق هذه المشاكل، فلا تكونوا ضحيه. غير صحيه نهائيا. تماما، لذلك نحن شو بنقول؟ اول شيء اذا في مجال ننعزل عن هالاشخاص بلاها، يعني انت مثلا بقول لك والله من اصدقائك، صراحه اصدقائك ما في عندي صديق عمر، انا بغربل اي انسان مثلا ما لقيته بصراحه مثل حكايتي او بصراحه يعني دائما سلبي او بلا ماني مضطر، اما مثلا اذا الناس والله انا عايش معها مثلا اهل مضطر. زوج مضطر كذا، اعمل انفصال، انا بدي اعمل فصل عن الحدث، ما اكون جوات الحدث، يعني مثلا عصب كذا 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 خلص نرفز والله ضاج هدا، اما ما اكون انا ضحيه له، انتبهت علي؟ ما ادخل بهذا الامر، يعني ممكن مثلا هو ضاج خلص انا اسكت اصمت تمام. ممكن اني انا اشرد بتفكيري لشغلات ثانيه، عرفت؟ اطلع من حالته لانه حصير جزء منه. لاحظتي كيف؟ فنحن حتى في ناس مثلا بتلاقي دليل انه مثلا بتبحث عن الشيء اللي بيزعجها والشيء اللي بتستمتع فيه، بتلاقيها يا بتسمع الاخبار على مدار الساعه، يا بتشوف شيء مصيبه حادثه بتلاقيها فتشت فيها على كل وسائل التواصل، جريمه يا لطيف، على كل وسائل التواصل الاجتماعي، فلانه مدري شو صاير معها، شوفها كذا، عرفت؟ بتلاقي عم ياخذ الاحداث السلبيه وتضغط على نفسه، لذلك وقت بصير اي امر قدامه بتلاقي رده فعله عنيفة. ليش؟ لأنه بصراحة هو خزن تماماً. شغلات سلبية، يعني ما نقول مو رمانة قلوب مليان. أكيد أستاذ محمد نتشكرك على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها اليوم، نتمنى الكل يكون على قدر المستطاع قدران يضبط حالات الغضب لحتى ما يخسر أي شيء لا على المستوى الشخصي ولا على المستوى المهني. شكرا كثير لك. شكرا سلمى، شكرا فرح طبعا، شكرا لك.